السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي كل صفحات الإعلام عبد الناصر زيدان وقناة عبد الناصر زيدان على اليوتيوب وموقع تحيا مصر، أحييكم للمرة الثالثة من استاد رادس، وقد وصل إلى ملعب رادس الآن فيكتور جوميز وطاقمه التحكيمي. حكم المباراة يصل إلى الملعب ويستقبل بهتافات كبيرة من الجماهير. خليني أوريكم لقطات وصول وانفرد معاكم بوصول فيكتور جوميز حكم المباراة وطاقمه التحكيمي إلى ملعب المباراة. زي ما انتم شايفين اهو قدامكم اهو وصول فيكتور جوميز والطاقم التحكيمي وحكام الفار الى ملعب رادس، وبيجروا اجراءات الاحماء اهو زي ما انت شايف اهو. فيكتور جوميز على ارضية الملعب، تحيات الرضا الصعيدي وكل الناس اللي بتتفرج علينا، ويا ريت نشير يا جماعه اللايفات على قد ما نقدر لان عندنا قيود على الصفحه، وارجوكم نشير على قد ما نقدر، ولايكات كتير جدا جدا جدا. يا رب النصر للنادي الاهلي. مازن الاستاذ صبري عمر ابو شقره، تحياتي لكم جميعا. فيكتور جوميز اهو في اول لقطات بننفرد بيها ووصوله الى ملعب رادس اهو. طاقم التحكيم فيكتور جوميز وحكم الفار وطاقم التحكيم بالكامل. فيكتور جوميز قدامنا على الشاشة اهو اهو، يعني زي ما انتم شايفين إجراءات أمنية مشددة وطواقم تصوير وإعلام متواجد بكثافة هنا في المقصورة الرئيسية وفي الصالة الخاصة بالإعلاميين. أهو زي ما أنت شايف بنقول لك، وبدأت الأعداد إلى حد ما تزيد ولكنها محدودة. أحمد ملعب رادس استاد رادس زي ما انتم شايفين. لقبات من استاد رادس، لقبات حية من استاد رادس. المنظمين يستعدون للمباراة والكاميرات أعدت بالكامل والأعداد حتى الآن لا تتجاوز 5000 على عكس المتوقع، أو ربما تصل إلى 5000. بترككم مع هذه اللقطات يا جماعة. مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة
حلوين. جبت التليفون. اهو تعال خده. تعال خده. هات هات وجهه. فريق الترجي إلى ملعب المباراة. فريق الترجي في أرضية ملعب استاد رادس، وننفرد بهذه اللقطات الحصرية. وقد وصل النادي الأهلي إلى ملعب رادس. الأهلي يصل إلى ملعب رادس منذ 10 دقائق من الآن. كابتن سيد عبد الحفيظ أهو فريق النادي الأهلي نزل الملعب أهو قدامكم. كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سمير عدلي وسيد عبد الحفيظ، فريق النادي الاهلي في الملعب. مصطفى شوبير واقف مع بواليا. فريق النادي الاهلي قدامكم، وفريق النادي الترجي وصل، والنادي الاهلي قدامك اهو. اول لقبات للاهلي. الاهلي الاهلي على ملعب رادس. اللعيبه بتدوس على ارضيه الملعب. زي ما انت شايف اهو لاعبي النادي الاهلي، لاعبي النادي الاهلي على ملعب المباراه. دعواتكم يا شباب. لاعبي النادي الاهلي على ارضيه الملعب. كما تشاهدون لاعبي النادي الاهلي، والكابتن سيد عبد الحفيظ غادر. يان كوك قدامكم اهو. والجماهير تهتف للترجي. الأكثر حضورا هي هذه المنطقة مع الأولى يمين، وما زال لاعبي النادي الأهلي موجودين على استاد رادس أهو. مصطفى شوبير خارج،
تفرشوا بالخارج. بعض من لاعبي النادي الاهلي الان يغادرون ملعب رادس اهو. اكرم توفيق ومجموعه من اللاعبين يغادرون الان اهو. بلغة الكرة كده بعد ما داسوا على الملعب شوية. الأهلي تواجد في الاستاد رادس، ملعب رادس، منذ ما يقرب من نصف ساعة من الآن. كل الأمنيات بمباراة طيبة، يعني بصراحة قمة الاحترام من الإخوة في فريق الترجي والإخوة هنا في تونس، ومباراة تليق بقمة عربية في منتهى الرقي ومنتهى الاحترام. أهو ما زال بعض لاعبي الأهلي في الملعب. دعواتكم للنادي الأهلي إن شاء الله. أنقل لكم الحالة هنا، يعني جماهير الترجي يا هلا، جماهير الترجي كثير منهم يتابعني وده شرف ليا، وناس كثيرة بتيجي بتلتقط معي بعض الصور واهتمام وترحيب، يعني حاجة في قمة في الاحترام. محمود عبد المنعم كهرباء قدامكم، ورامي ربيعة اهو، كهربا وربيعه، كهربا وربيعه غادروا. سعد سمير ما زال، نشير ولايكات يا جماعة لو سمحتوا، نشير ولايكات لو تكرمتوا، لأن عندنا مشكلة على الصفحة. يا هلا يا هلا الناس يا جماعة، والله حاجة تفرح، الناس بتتابعنا هنا في تونس، ناس محترمة وترحيب، يعني لم أكن أتخيل إن الناس بتتابعني كده في تونس بصراحة. ما زال سعد سمير وناصر ماهر ما زالوا هم الوحيدين من النادي الأهلي المتواجدين على أرض الملعب. والجماهير تترقب لحظة دخول الترجي. خليني أنفرد معاكم،
هناك 96 مشجع مصري أهلاوي هنا في الملعب، 96 بالإضافة إلى السفارة والبعثة الدبلوماسية. والتقينا القنصل، وبوجه تحية للسفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس. 96 دول الأهلي أهم، أهو أول ظهور لجماهير الأهلي. أروح معاكم للنقطة بتاعت جمهور النادي الأهلي أهو. أهو يا جماعة، هنا هذا المكان مخصص لستة وتسعين واحد من جماهير النادي الأهلي. هذا المكان أهو أهو. هنا في 96 واحد من المفترض أهلاوي ومصري في هذه المنطقة المخصصة، ودي المجموعة الإعلامية المرافقة للنادي الأهلي، ومعاهم بيظهر جمال جبره. 96 واحد مصري أهلاوي، هذا هو المدرج المخصص لهم، لم يصل منهم إلا حوالي 10 أو 20 فقط حتى الآن. وعندما سألت قالوا أن هذا المدرج مخصص لكل من يريد أن يشجع النادي الأهلي، وأن السفارة أبلغت استاد رادس بأن الحضور 96، وهذه هي المقصورة الرئيسية، المقصورة الرئيسية التي يتواجد فيها الكابتن محمود الخطيب، ويتواجد فيها كبار الشخصيات والسفير إيهاب فهمي. وما زال هناك 3 لاعبين من النادي الأهلي. موجودين هم زي ما انتم شايفين، سعد سمير وناصر ماهر وعايزة وأليو ديان، هم الوحيدين اللي موجودين ما زالوا في ملعب المباراة. أهو قدامكم سعد سمير وأليو ديان. سعد سمير وأليو ديانج وناصر ماهر هم فقط الموجودين. من هو اللي بيقول أنا بسجل بسجل بسجل؟ زي ما أنت شايف الجماهير أهو، والحضور الجماهيري. زي ما انت شايف اهو، زي ما انتوا شايفين يا جماعة، يمكن عملنا لكم تغطية مميزة، وارجع لكم تاني بعد قليل. تحياتي يا شباب.